أن نبذل لها الدماء والأرواح والأموال والأوقات. قضية التوحيد، قضية الإيمان. يا مولانا إيمان، أنت النبي كان بيخاطب أمة مشركة، إنما أنت الآن بتخاطب أمة موحدة. تقول لي قضية الإيمان هي القضية الأولى وقضية العقيدة هي القضية الأولى؟ نعم هي القضية الأولى، وستظل قضية الإيمان القضية الأولى عند أولي العلم وأولي البصائر ممن يسيرون على درب الرسل والأنبياء. ألم تعلم أن الله أمر المؤمنين بتحقيق الإيمان مع أنه أثبت لهم عقد الإيمان في صدر الآية بالنداء؟ فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. وقالت أستاذة دكتورة ما عرفتش تقرأ الآية وشنعت علينا وعلى القرآن، وقالت ده القرآن فيه كلام مكرر ملوش أي معنى، في كلمات مكررة ملهاش أي معنى، فين يا دكتورة؟ قالت: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. قلنا: لا والله معلش، بس عشان انت حضرتك ما رحتش الكتاب فما عرفتش تقرأ الآية قراءة صحيحة، إنما لو رجعت الكتاب تاني معلش هتلاقي الشيخ بيقول لك: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، مش يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. لا 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 معلش، معذرة لك، ما قرأتش الآية قراءة صحيحة. ولا زي هؤلاء الجهلاء والسفهاء الذين يخرجون علينا ويطعنون في القرآن ويقولون بأن القرآن فيه آيات مكررة ملهاش معنى وكلمات مكررة ملهاش أي معنى، بل وفيه ناسخ ومنسوخ إلى غير ذلك من هذه الشبهات الحقيرة التي ما فعل أصحابها إلا أن نبشوا القبور المظلمة واستخرجوا ما فيها من عفن، وإلا فعلماؤنا بفضل الله كفونا مؤونة الرد على كل هذه الشبهات. يعني لا يدعي واحد منا نحن المعاصرين أنه يأتي بشيء من كيسه أو من عند نفسه، لا والله، بل أنا أراجع فقط ما سطره سادتنا وأئمتنا وكبراؤنا وعلماؤنا لأرد فقط على هذه الشبهات التي أثيرت قبل ذلك من مئات السنين. فالأمر ليس جديدا، الأمر ليس جديدا. أقول: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. فالله جل وعلا يأمر المؤمنين بتحقيق الإيمان. ليه؟ ليظل الإيمان عقيدة حية في قلوبهم، راسخة في ضمائرهم، عاملة في واقع حياتهم. لأننا نحن أهل السنة والجماعة نعتقد اعتقادا جازما أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فأنت الآن وأنت تتابعني تسمع مني عن الله وتسمع مني عن رسول الله يزداد إيمانك. فإذا ما انتهت الحلقة وقلبت على فضائية أخرى وانتقلت إلى فضائية أخرى لتقضي وقتا آخر مع منهج آخر يصطدم اصطداما مباشرا مع المنهج الذي كنت تستمع إليه قبل ساعة، يضعف الإيمان ويقل الإيمان. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أتريد أن تقول بأن إيمانك في قلبك وأنت تستمع إلي الآن أو إلى أي أخ من إخواننا من أهل العلم ممن يقولون قال الله قال رسوله بفهم دقيق ووعي عميق، تريد أن تقول بأن هذا الوقت كوقت تقضيه أمام فيلم من الأفلام أو مسلسل من المسلسلات أو حتى مباراة من المباريات؟ لا ورب الكعبة، لا ورب الأرض والسماوات، تلك إذن قسمة ضيزة. أين نور السها من شمس الضحى؟ وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ وأين الأرض من السماء؟ لا يستويان أبدا. فأنت في هذا الوقت يزداد إيمانك، وفي وقت آخر يضعف إيمانك، يضعف الإيمان. نعم الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي مع أصل إيمانهم. وكان الصحابي يلقى أخاه يقول: هيا بنا نؤمن ساعة، أي هيا بنا لنجدد إيماننا بربنا جل وعلا. نعم، فكلما جلست العلماء والأخيار ونظرت إلى وجوه الصالحين الأبرار ازداد إيمانك بالعزيز الغفار وازداد إيمانك بالنبي المختار. إن من الناس ناسا تذكرك وجوههم بالله، ناهيك عن كلماتهم، ناهيك عن أفعالهم، ناهيك عن أحوالهم، بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها. أسأل الله أن يجعلنا ممن يدل الخلق عليها بحق، وممن تذكر وجوههم الآخرين بالله جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأحبة، يا أيها الذين آمنوا،
آمنوا. يبقى منهج الرسل والأنبياء الدعوة إلى عبادة الله، دعوة إلى تحقيق الإيمان. وإلى عاد أخاهم هودة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وإلى مدين أخاهم شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قال تعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. منهج. وهذا هو العبد الصالح لقمان. أنت بتقول منهج الأنبياء والصالحين، أيوة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله، الله الله الله، أول وصية لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. بالله عليك هل قلت لولدك يا ولدي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ مش بقول لحضرتك احنا مقصرين.